كنت قول يا باشا انت تتكلم. انا ما بتكلمش. اشرح يا باشا. تضغط على كويك كونكت، هتروح للنوعيه اللي هو بي اكس 40 سيريز ده، بعد كده فرونت بورت، هتي اهم حاجه الكم يكون نفس الكم اللي انت موصل عليها، وتدي ما يكونش جهاز عليه صوت. هتعمل 2 سيتنج، وبعد كده عندي سنتراكتيف لي كده ايرور بالاحمر اللي هو نوت سبورت، هيكتب لك ايرور لما تشبع. لا نوت سبورتد. يبقى انت عاوز الداتا مودز بتاعك. بقول لك نو مش عارف ايه كده نوت سبورتد. طب ما عمل اكستراكتنج ازاي اهو، بس مش سبورت يعني، ما تجي تعمل كليك يمين وتعمل نيو فايل مش هيديك نيو فايل، هينزل له الداتا مودز بتاعك. نزلتها امبارح. وقف يا باشمهندس. هو قال لك في سمب جيت انفورميشن اباوت انفورميشن ماشي، لكن ايه ده اكستراكت البي اس ال جروب 1 ماشي. فلانسيس كلاس. اول حاجه تعالى نتكلموا عن الجهاز ديفايس، هنتكلموا عن السي دي. سيتنج اول حاجه سيستم داتا. سيستم داتا بيحتوي على اللغه، الفريكوانسي قد ايه، اسم الديسكريبشن للجهاز، ولا انت ريفرنس له. بعد كده داتا اند تايم. داتا اند تايم لوكال تايم انيبل، خليها ايه انيبل. فيكسد فيكسد ده ايه فيكسد خلاص. اوكي لو كان تابع اوفسيت زيرو دي سي زيرو في هندسه وهنلمها. الحاجه اللي بعد كده الكونفجريشن. الكونفجريشن دي اهم حاجه. اولا الجروب اللي انت هتشتغل عليه كام، السيتنج جروب انيبل، يعني هي اولا انت خدت اكتف سيتنج بتاعك جروب واحد ماشي. اي حاجه هنا يا عاوز تفعلها لازم انت تروح الكونفجريشن الاول ترجع من ما فيش مهما عملناش. سيستم داتا انجليش ومايكوم و60 هرتز. انت عاوز تفعل حاجه لازم تروح الكونفيجريشن تفعلها الاول، انيبل ديسيبل كلام من ده. اكتف سيتنج جروب واحد ماشي. سيتنج جروب واحد هي اللي انيبل. ادي كل الوظائف اللي عندنا الديفرنشال بروتكشن ريف اوفر كارنت نيجاتيف نيجاتيف سيكونس سيرمر اوفر لود ريس فولت ريسيدوال اوفر فلاكسنج ثرو فولت اوف فولت بروتكشن فريكوانسي بروتكشن سيركت بريكر فيليا سوبر اي حاجه. كل الفانكشن اللي عندك دي كلها اوكي. اللي عاوز تفعله تعمل له انيبل، اللي مش عاوز تفعله تعمل له ديسيبل. بالاضافه لبعض الحاجات هنا اللي هي فيزيبل انبوت ليبل اوتبوت ليبل سي تي في تي ريشيو، دي الحاجات دي لازم طبعا ايه تفعل، خليها فيزيبل عشان تقدر تغير فيه. ده الكونفيجريشن. سي تي ريشيو والفي تي ريشيو عندك مين في تي لوكيشن هاي فولتج ولا لو فولتج سايد، عندك البولاريتي، عندك ستاندر وريفرس وانفيرتد زي تو اوبجيك ولا ريفرس اوبجيك خلاص. عندك البرايمري بتاعك 300 على 1، البولاريتي بتاعك ستاندر، عندك دي تي 1 سي تي، دي تي 2 سي تي، تي 2 سي تي 3000 على 1، الكور الثالث بتاعك 3000 على 1 او ممكن خليها 1 على 1 مش هتفرق معاك ايه عشان نلغاها خالص. البولاريتي بتاعتك بالظبط امتى، عندك التي اي اللي هو النيوترال اللي على السي تي اللي هو بتاع ريستريكتد اورس فولت بتاع تي 1 300 على 1، بتاع التي 2 اللي هو لايننج 2 3000 على 1، وبتاع التي 3 اوكي. ريكورد كنترول، ريكورد اللي هو ديستيرب ريكورد كنترول الارم ايفنت وكلر ده كلها بالديفولت ما مغيروش فيها حاجه. فولت ريكوردر وال والديستربنس ريكوردر والحاجات دي ديستربنس كنترول والميجرمنت سيت اب اوبشن كونفيجريشن كنترول انبوت كنترول انبوت اوت الحاجات دي كلها ما بنعرف. اللي دي كونفيجريشن برضو ايه
ما منفعلش فيها حاجة. هتروح بقى على ايه؟ على الجروب 1. جروب 1 سيستم كونفيجريشن. ماشي؟ انت مستخدم ايه هنا يا احمد؟ انت مستخدم اتنين وايندينج. هاي فولتج ولو فولتج. وايندينج ثامي كونفينشال. وموقع التيرمينال بتاعك السي تي اللي داخل لك 100 ده هنا لو فولت سايد 011. انا مش عارف دي معناها ايه. انت تعرف دي معناها ايه علي؟ لا بس بالغالب ده رمز للهاي فولتج يعني كود للهاي فولتج. المهم يعني هنبقى نشوفها في ده واحد وده اثنين و كام واربعة ستة خلاص. المهم هندخله ايه ده نبقى نشوفها في المانوال ده ايه ده هاي فولت سيتي ترمي كتير نشوف. انت مش معاك المانوال هنا علي؟ اه وقف كده current input RT1T2 from right to left the current input RT1T2 from right to left current input T1T2T3 from right to left current input RT1T2T3T4 فهمت هي عاوزة؟ ايوه. لو انت عندك two winding from right from right لا 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 بص from right to left the current input RT1T2 من يمين للشمال لو هاي فولت السايد يعني winding 1 winding 2 ولا CT1 CT2 اعتقد انه CT1 CT2 ما CT1 اللي هو على هاي فولت السايد اوكي هو هناك قال لك ان الهاي فولت السايد في CT1 وفي CT2 هنا ما فيش لا هنا في مفيش دخلك الطيار هنا شو انت لسه جايبها في الكونفيجريشن قالك سي تي 1 وسي تي 2 هي تيام لا في الكونفيجريشن فوق كونفيجريشن ايه عاد ماشي اه ده الباور بتاع المحاول 60 ميجا فولت امبير الهاي فولتج سايد كونكشن ستار دي ستار احنا عندنا المحول بتاعنا ستار ستار دلتا ده ستار النمله الفولتج بتاعه 132 الهاي فولتج ريتنج 60 ميجا فولت امبير ماشي لو فولتج فيكتور جروب زيرو كونكشن بتاعه ستار برضو اللو فولتج نمله كام 13.8 والريتنج بتاعه 60 ميجا فولت امبير فيكتور جروب هنا يبقى زيرو ولا زيرو 5 ليه هو احنا لو احنا عندنا 005 ده الفيكتور جروب هناك خلاص في سيكونس تاك ستاندر اي بي سي بي تي ريفني سواب نو سواب نو سواب خلاص سيتنج بس فبختار العلامة وبعدين اللي كده بعمل له ايه send you save the risk yes و كنت غاب شوية انا قافل الكاميرا قول اللي انت عايزه الجهاز كمان ماشي هتروح تعمل add new file من مجمن وتفتح صراحة المعلومة دي كنا نفتقدها جامد لما تسجلت مش انسى والله انت والله كل حاجة مش احنا مختبرين البتاع ده قبل يا عم لا ده ممكن يفيد واحد تاني ما ماشي تكتب ادي تختار كنترول ايه يا عبد كنترول ايه كنترول ايه كله لا انا مش عاوز اعمل كله انا عاوز اختار اللي انا عاوز طب انا ده حائل من لو فولت السايد ولا هاي فولت السايد على دراع لو فولت السايد صح؟ لو فولت السايد صح فين لو فولت السايد يا معلم؟ هذا لو فولت السايد على الاي بي 9000 و 3009 هذا عندك اي سي 3009 وعندك تروح يطلع الاي ايه
ايه اهو 3000 وزيد، لان احنا عاملين مزبطين الطيارة على 3000 الى واحد. يعني اني اوبشن خلاص اعمل استوب وحط على هاي فولت السايد. مش انت الاختيار بتاعك التالت اللي هو ال مين اللي هيفوت السايد؟ علاء. لا خليك بعيد عن الاسلاك وبالله عليك، هات من هنا هات من كده. ايه التلات فازات قاريني عبده 300؟ لا جي 7 وجي كام؟ ابلايد تو ريلي جي 7 جي 9 عشان التسجيل بس معلش. ماشي يا سلام طلع ما تقيس يا ابني، حط البتاع عندي ليه؟ لو متاكد ان هو شوف يا علي في الدرون كده بالله عليك. طب اوقف التاب ايه؟ فلوس ايه؟ استنى هايلايت يا كام عاوز كام؟ طب روح سألنا عليه معلش. احنا محمد ما هو الفلوس انا ما معي درسيت اللي قدم السوفت وير. يلا عبد حط الاولاني مين؟ كويس الدول فين اللي اصلا خلصوا كل حاجه وصلت للمنتج احنا لسه بالانبيا احمد جينا عليك ها خلصت كل حاجه وصلت للانبوت خلصت كل حاجه ده هو الميزرمنت اللي عملناه. طيب اختبر الفانكشن بعدين تعالى الحاجات دي اخر حاجه عندي كده ريسيت ريسيت سيل حط مين نعم يطلع لك كل كلير ايفن ريسيت 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 ليتس هتعمل ريسيت ليتس قولي 6 و5 ده البيناري ينبوت اللي احنا عاوزين نختبروه دي 8 و7 عشان ده موديل تاني. ياش 10 و9 12 و11 14 و13 15 و15 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 و15
بيطلع الاختبار الانبوت بتاع الجهاز ده. اول حاجه نروح سيستم داتا, ومن سيستم داتا هنروح ننزل لتحت لحد ننزل لتحت, بعدين اول نتيجه على وقته انبوت ستيتس كوش مين عشان ايه حتى ال 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 لازم تروح على ال اول واحده عشان تجيب اف اف اتنين اف دي واحد ودي اتنين بقى. دي واحد بس بالغلط مش عند امل. اعمل دي اتنين ودي واحد يعني. ليه مش عامله؟ ها؟ ليه مش عامله؟ دي اتنين دي واحد. دي 10 و9. 10 و9 ده رقم 5. واخد بالك؟ هنيجي هنا على المكتوب عليها ال 5. شايف ايه اللي بتيجي؟ ماشي. بس خلاص كده. خلاص. خلاص؟ وضح هنا انا. هتخليني مصدق؟ نزل ايدك, نزل ايدك يا عمي. اختبر يا عبد. هنختبر دلوقتي اوبوت كونتك. اوكي؟ اوبوت كونتك هنا هروح هتخش كوميشننج تيست. كوميشننج تيست لحد ما تنزل كأنك نازل 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 لحد ما يجي لك. انزل 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 انزل. ايه رايك فين تستمر؟
بعد كده تطلع تاني. بعد كده تطلع تاني. هو بتاع ده مشكلة غبي. اهو. تطلع لحد ما توصل التستمون. ماشي؟ الاول عشان ترجعه في طوارئ الطبيعي حالته الطبيعي تعملها دي ايه؟ تستمون تعمله ديسيب. فكده تختبر هخليها كونتاكت بلوك. وتدي له انت. خلاص انت فعلت كده ان انت تقدر ازاي تختبر الكونتاكت بلوك. خلاص؟ بعد كده تروح لتست باترون. وتروح تنزل مجرد انت تست مود كنت تنزل بس هتدي لك تست بس هتروح يمين السهم يمين هتروح للاوتبوت ريلي بتاعك اللي انت عاوزه خلاص 87 تي اللي هو ارواح انك ضغط ضغط عليه معلش معلش هتضغط عليه خلاص هيفعله لك ترجع تاني من الاول خالص تعمل واحد يلا يمين خلاص يا راحت عليه ثلاث ثواني باين ولا لا لسه بلغات ما تلغيه انت لحد ما تلغيه تضغط عليه وترجع تاني من الاول تاني وتعمل زيرو وتعمله هو هكذا يلا هات اللي بعده يا يمين ثلاثة أربعة ايه ثلاثة أربعة ولا ايه هات ثلاثة أربعة يلا تمام لازم تفعله مكلات تك انتر عليه علي ده مهم جدا هو كل مره هيطلعني بره انت بتقطع سهم لفوق عشان يعملوا واحد عشان يعملوا واحد اوكي بتعمل تضغط انتر عشان وترجع تاني وتضغط عليه سهم لفوق واللي بعد تعمل انتر وترجع له تاني اللي بعد اوكي تعمل عليه سهم لفوق وتدي له ايه اطلع بقى من تست مود ده خلاص خلصنا تعمل ايه تطلع كونتاكت تست مود دي تعملها ديسيبل وتعمل ديسيبل اوكي ديسيبل ها الحين خلاص شيل انا طب لسه عامل ليد الارم اهو ليد الارم عادي عاوز بس الارم هو ما فيش حاجة انت مش مفعل اي بروتكشن عشان كده اعمل لك الارم لا انت مش مفعل اي بروتكشن لا يا ما كانتش موجودة ازاي يعني كانت موجودة وليمان بتروح للديفايس عليه كليك كليك يمين استنى استنى واحدة يعني استنى كليك يمين سوبر فايرز ديفايس ماشي كده تاني كده بتروح عليه اعمل لك كونكشن بسرعه تروح لايه ريسيت ليد ريسيت تيست وعلى التيست ليد اعمل اوكي خلي الكاميرا تيجي على لا اتش واحد كل اللمبات نور عادي يا عم ايه المشكله تاخد بزر عليه ايه المشكله خلاص عشان تفعل بروتكشن ديفرنشال هتروح الكونفدريشن ديفرنشال بروتكشن انيبل اوكي وتروح بعد كده الديفرنشال كروب 1 ديفرنشال بروتكشن هتعمله انيبل تعمله ادفانسد ايس واحد هتعمله ايس واحد حطه هنا كده معاك ايس واحد حطه باتنين من عشرة حطه زي احنا نحطه باتنين من عشرة ماشي اوكي انا الفين اوكي ايه بعمل مش عاوز يجيبها ليه بدل مكابتو انا اقول على غريب دايما كده غالبني كي واحد هو اسلوب واحد ثلاثة من 30% رايس اثنين اللي هي هنشوفه هنا في الجراف تعالى بص كده في الجراف علي ده اللي بحدد لك الاسلوب زي بتاعت خلاص اي اس واحد اللي هو مينيمم بيك اب بتاعك اوكي خلاص
مينيمم بيك اب كي واحد اللي هو سلوب بتاعك 30% اللي هو ده اي سي 2 اللي هو اي بيز اي بيز الخاص بنهاية الاسلوب واحد اوكي والكي 2 اللي هو اسلوب 2 والديفرنشال تايم بتاعك بصفر اوكي اي اس اتش 2 دي اي اس دي نستخدمها في المعدات برضه اي اس اتش اس 1 اه في واحده ثانيه انا عملت لها دي سي هي معموله دي سي بول اصلا اللي تحتها دي اللي من ناحيه الجهه الثانيه اي اس اتش اس 1 اللي هو كل واحد طيب نغيره في البي سي اللي طبعا البي سي اللي خلاص ما احنا عارفين ان اوت بوت واحد هو ديفرنش خلاص انت متاكد احنا قريناه يا ابني على الجهاز انا مش عارف بسم الله الرحمن الرحيم تعالى علي تعمل ايه يا امي تصور ايه نجيبهم من الاول بقى طب مش نروحهم من الاول ايش هعمل بص يا سيدي اول حاول اختبر له اي ديفينشن بيك اب اه انت عاملين هنا كام طب ممكن تديني الفورمات دي علي امجد ماشي بص على حاجه شوف بس الاسلوب بيحسبه ازاي ماشي احنا هنخش السيتنج هنا ده سي ال اي اي 1 اللي هو بتاع اللاي فولت سايد والاي اي 2 بتاع اللو فولت سايد ماشي سيتنج هذا السيتنج كمان برضه الميجرمنت عايز انت السيتنج اه في سيتنج اسمه لاي سي 1 اللي هو البيك اب بتاعه اللي هو 200 اللي هو 2 من 10 اه ازاي بنحسبه؟ تعالى اول حاجه بنحسبه من المعادله دي فين هي المعادله فين؟ اه يعني بنحط هنا القيم بتاعتنا اي سي 1 كي 1 كي اي سي 2 كي 2 والاي بايز اوكي اي سي 1 ده اللي هو 2 من 10 ده اللي احنا عاوزين طبعا الفايل ده موجود على الرابط بتاع الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك ان شاء الله احنا جبنا الاي ريفرنس احنا جبنا عرفنا ان هو اي ريفرنس بيساوي اس ريفرنس على جذر 3 في نومينال في الان اوكي تمام اي ريفرنس بالنسبه للهاي فولت سايد طلع لنا 262 ب 14 اه اوكي هنجيبه من ناحيه ريفرنس اللي هو الاي فول لوك كارد اي ريتد هنجيب حاجه اسمها الكي ماتشنج كي ماتشنج اللي هو ده لو بصينا هتلاقي دي 18 على دي 10 اللي هو اي ريفرنس على السيتي ريش مايننج جارد ده على هاي فولت سايد بالظبط ونفس الحكايه بالنسبه للو فولت سايد احنا كمان حقيقيين على لو فولت سايد فايه جايبين البيك اب عند 167 خلاص اول حاجه البيك اب بيك اب تيست اي اس 1 اقرا من هنا اقرا من هنا ماشي اي اس 1 اي بايز اي اس 1 على كي 1 سبيكتد اي ديفرنشال لازم تكون اكبر من اي اس 1 تمام يعني نجيبه ازاي طب ما عايزين نحينا سكندري ام دي اللي هي القيمه دي اللي هي القيمه دي اللي هي اي اس 1 في الكي ماتش تمام لو حسبناها بصيت هنا كي 11 في الجي 19 كي 11 اهي في الجي 19 ادي الجي 19 بصينا هنا في الكي الكي 11 اوكي هنجيب لنا دي ونفس الحكايه من ناحيه اللو وندر سايد اهم حاجه وانت بتحقن تاكد تروح للميجرمنت بتاعتك سيستم اكسبلورر ميجرمنت ادي سيتو انت مسميه ميجرمنت ديفرنشال ديفرنشال ميجرمنت ديفرنشال اه عايزين حاجه ما يزعلش دلوقتي بظبط الفيديو خلاص بتاع الفيسبوك اعرفوه احنا يا باشمهندس احمد كده لا احنا كده وارفع هات من الهاي فولت سايد الاول احنا كده انا جهزت للستيرو استويت طب يلا بس يلا بس شاور له كده والله هنا هيبقى 2 من 10 لا لا احنا عشان بس الحاجات دي تبقى ريفرنس ليك بعد كده هتنسى والله مش هاخد ثواني يعني والله احنا ساعتين فاكيد يعني اختبرناه قبل كده ونسيناه خلاص اطلع اطلع خلاص ايه ده الهاي كالكوليشن تعالى يا علي علي اه الهاي كالكوليشن بتاعتنا 175
كم؟ 1.75 اوكي؟ ماشي. تعال هنا بقى. هتلاقي اي ديفرنشال. فين اي ديفرنشال؟ ارفع ابدا ارفع كده اهو. هو خلاص كده وصل للبيك اب. بس طبعا في سي تي ايرور والكلام ده. المهم ان هي زي 2 من 10 فعلا يعني. 2 من 10 تقريبا 2 من 199 و7 اوكي. خلاص ده من ناحيه الهاي فولت سايد. ده من ناحيه اللو فولت سايد ده احنا. لحظة. تمام تمام صح. الكالكوليشن بتاعتنا 1.6 كم يعني؟ فين اللو بوكس هنا؟ اها الكالكوليشن بتاعتنا هنا؟ هنا اللي هي 2 من 10 برضه. تمام زي ما هي. هي زي اللي متعلم عليها. تمام اوكي؟ تمام بس احنا طبعا لو عملنا البوست اوف نيجاتيف اللي هو الديفيجن يا عم جيد 5% هنلاقيها برضه ال 197 بعد كده. اوكي وقف يلا يا عيال اشرح لنا دي يا عيال. طب اول اختبار الجزء الفلات اللي هو سيكشن 1 سيكشن 1 في الجراف في الجراف اللي هو ده هو الجزء ده. هو الجزء ده ماشي بنعمله ايه؟ وضع يمسك انت الكام. بنعمل ايه احنا هنا؟ بنحقن طيار اي واحد واي يمين والزاوية ما بينهم 180 بحيث ان يكون الاي بايز الاي بايز بحيث ان يكون الاي بايز ده اكبر من صفر واقل من اي اس واحد على تي واحد. فميجرمنت هنبص على الميجرمنت ونشوف الاي بايز ده اللي هي اللي احنا القيمة المحسوبة اللي هي دي اوكي. لازم يكون الاي بايز ده اقل من القيمة دي اوكي. في الحالة ديت الاي ديفرنشال يساوي الاي اس واحد. طب انت هنا عاملها مرتين بس ده دي الهاي واللو بعمل كل الهاي واللو ماشي. لو انت حقنت من اللو احن كده من اللو. ما خلاص دي خلاص يعني حقنا ورفعنا وشفنا قيمة الاي بايز بكام والاي ديفرنشال هتساوي الاي اس واحد اوكي. احن كده يا احمد عارف بتعملوا ايه. احن احن عشان انا بس بركز في المعادلة بتاعت مارس. اعمل اسلوب عادي يعني اعمل ايه؟ اعمل استابيليتي الاول ستيبل الاول ماشي. اقرا دلوقتي كام ده العادي صح؟ ارفع واحد الاسلوب الاولاني ده يا عم جيم لازم يبقى اقل من 1.17 يعني مش هيجي عم جيم لازم يبقى اقل من 0.17 افضل اي اس واحد بكام؟ اي اس واحد بكام؟ 2 من 10 هي البوينت 17 هنا في الانجكشن. ماليش دعوه بالانجكشن انا قابلها بالكالكوليشن. يعني بترفع ولا بتنزل؟ بنزل واحد لو في واحد مرفوع. بتطلع يا ابني مين؟ اشتغلت. اي ديفرنشال اي ديفرنشال اهي اللي هو 2 من 10 بالظبط قيمه اللي هي اي ديفرنشال تساوي الاي اس 1 وعندك الاي اي بايس اقل من 0.6666 اوكي. ده الاختبار الاول. المفروض الاي ستريم يبقى 0.5 يا عم جيل. ليه كده؟ كده ليه؟ احنا فاهمين الاي ستريم ده غلط. ايه اللي حصل؟ ايه؟ ليه فاضيه؟
ايه اللي حصل يعني؟ عرفش من ده سلور من ده ستو. هنختبر restricted full. تفتح الملف بتاع restricted full كده. تفتح لك الملف. تخش على configuration. تخلي الوظيفة enable واي وظيفة تانية disable. اوكي. بعد كده هتخش هنا ده low impedance والhigh impedance restrictors fault. اختار low impedance. بعدين بحط قيم اللي هيشتغل عندها ال high voltage side وال low voltage side. وده زي كيرف زي differential. ماشي. تمام. بعدين بعد ما الكي واحد كام؟ الكي واحد وحطه هنا بزيرو. ليه؟ مش عارف. بس هو حطه هنا بزيرو. انا عملت زي تيست ريبورت بقى. ماشي. تمام. بعد كده رحت على البي اس ال. طب قول لي وريني بس السيتنج بس تاني ده. ايه السيتنج اللي انت بتحطها؟ زي تيست فورمات بالظبط. حاطط بعد اللو امبيدنس حاطط الاي اس 1 120. بالنسبه للنقطه هنا لو جات لك القيم دي في البدايه بتجي لك بالبرايمري القيم دي. ماشي. هتعمل ايه؟ زي انت عارف الخيار اللي هو هنا في الكونفجريشن خلى لك هنا ايه؟ سكند. ماشي. ماشي. عشان يطلع لك قيمة السيتنج في سكة. ماشي. بعدين خلاص بعد كده بقى تطلع لك عندك كانت جاية عندي ب 70 مش عارف ايه. هنا 900 وهنا 0 150 ملي سكند زي التست فورمات بالظبط. بعدين عملت اللو فولت سايد نفس الشيء. ماشي. بس غيرت بالنسبة لأي اس واحد عملتها 120 عشان اتأكد ان هي مظبوطة اللي احنا ماشي. خلاص بعد كده رحت على البي اس ال. البي اس ال سميت الملف ريستريكتد هاي فولت سايد ولو فولت سايد. وفي هنا العدسه اللي بتكبر دي كده. وجيت هنا في الجزئيه دي كده ورحت يعني الشغل بتاعنا ده هنا في الريستريكت اسفلت اهو. ده لو احنا اصلا مش موجود ده جايبينه من هنا كده. من ده بروح جاي ضغط هنا كده هيطلع لي اختار الوظيفة اضغط على حرف الار لغاية ما يطلع لي الريستريكتد ديسبولت. تمام. ده بتاع الهاي فولت سايد. برجع اوصله. صغر شوية. بعدين خد الاول علامة اللي هتوصل بيها القلم اللي هتوصل بيه. خد القلم اللي هتوصل بيها من فوق. هرشاو في اي حتة يعني ولا لا؟ هو بقى ما بيترميش كده وخلاص يعني. كده ترمي في الزاويه دي يا ابو شايف. خلاص بس هو بيظبطها لوحده. ماشي. بعدين بتقفل بيقول لك سيف. قول له يس. انا طبعا هعمل له لاني حافظه قبل كده. ماشي. بعدين بتعمل كليك يمين تبعت هو الواحد داخل كده. بعدين بتختار الحاجه اللي انت عايز تبعتها. انا عامل ملف في الريسيتنج اسمه ريستريكتد فولت وعامل في البي اس ال ريستريكتد فولت. واللي عندي اني جروب اعمل له على جروب واحد واروح جاي بعت سن. طبعا انا بعت قبل كده فمش هبعت تاني. خلاص ابتدي احن بقى. هتفتح انت اي زاويه دلوقتي من اي اتجاه. انا عندي هنا الايه